رح تموت يا إبراهيم، انت خلاص انتهيت. سلطانة هويام، وين كل هلأ؟ ليش تأخرتوا؟ بعدي عنه، يمكن يكون المرض معدي سلطانة. رح بعد. قديش صار له هو هيك؟ الباشا صار له على هالوضع من لما رجع من الحملة، يمكن انعدى بشي مرض. حرارته كانت ترتفع كتير وبعدين تحسن، وبعد فترة يا حكيم رجع انتكس. حالته خطيرة؟ أنت لا تهتمي، أنا ما رح أقصر، لو سمحت اطلع. سلطانة، خلينا نطلع. مين اللي عمل فيك هالشي يا باشا؟ شو هاد؟ انت شو طعميته؟ ليش ما عم تجاوب؟ عم حاكيك؟ الظاهر انه الباشا متسمم. شو؟ الباشا متسمم؟ لا ابدا، لو كان هيك كانوا الحكمة عرفوا هالشي. اعراضه هيك بتقول، مرة معي من قبل، بس ليك اللي فكر، هذا التراب رح يشفي. كيف رح يشفي؟ جابولي هالتراب من جزيرة ميدلي، ومانو موجود الا هنيك، وبس ياكل منه المريض راح يسحب السم اللي جوات جسمه. يعني هو معقول يموت؟ ان شاء الله ما نكون تاخرنا عليه، لانه وقته ما راح يستفيد شيء. باشا، انت شو عم بتساوي هون؟ عم عالجك يا باشا، جلالة السلطان بعتني لعالجك. ياسر، ايه ياسر، شو صاير لي؟ انت يا جناب الباشا متسمم، متسمم. الله هو يلي نجاك، انا عملت يلي لازم اعمله وراح اطيب ان شاء الله. الكل قلقان عليك، رايح طمنهم وخبرهم. لا، ما بدي حدا يعرف شيء. ليش يا باشا؟ أنا مو متسمم، بحذرك، قصة السم ما بدي حدا يعرف فيها أبداً. باشا، قبل ما توقع حضرتك، السلطانة هويام كانت هون وسألتني عن وضعكم وقلت لها متسمم.
ليش ما حدا طمني لهلا؟ ياسر أفندي عنده سلطانة ولسه ما طلع. طمني يا سلطانة، ياسر أفندي أفضل طبيب بالعالم ورح يعمل المستحيل ليشفي. طمني إن شاء الله صار أحسن. صار فينا نقول هلأ إيه صار أحسن. الحمد لله. شو هو مرضه؟ فيك تخبرنا يا حكيم؟ هو المرض ما نوعه حكيم. أخذ شوية برد، يعني المشكلة بصدره. إبراهيم سلطانتي، حياتي، حبيبتي، روحي أنت. لو بتعرف شو دعيت للطيب، الله سمع مني وشفالي ياك. مو بسهولة بموت، دموعك ودعواتك وعيونك بيحموني من الموت.